السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه الحلقة من حوار المساء عبر شاشة التناصح. تعاني المنطقة الشرقية من ويلات تسلط العسكر وأتباع ميليشيات ما يعرف بالكرامة عليها عن الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرقية خاصة في بنغازي ودرنا. تأتيكم هذه الحلقة نتابعها معكم بعد هذا التقرير. ومن سلم نفسه للأجهزة الأمنية فهو آمن، ومن أصر فما له إلا السحق والتجيف. فيعنينا في دارنا لا يضحك عليك مجماعة المسلمين خوارج كلاب أهل النار. لا يألو هذا التيار جهدا في التحريض على سفك الدماء ولعب دور الموجه الشرعي لميليشيات الكرامة، فلا اعتبار عندهم لحصار المدن وإن كانت مليئة بالأطفال والمسنين. يتساءل النشطاء عن لو كانت هذه الفتوى قد صدرت من علماء ومشايخ دار الإفتاء أو من أحد قادة الثوار، تلثم حينها أن يصيبك نتن الأسلوب في العرض والرد من بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل. وليس أدل على ذلك ما كشفت عنه صحيفة دير شبيغل الألمانية عن تورط المدعي العام السابق للجنايات الدولية في تلقي رشوة من رجل الأعمال الليبي ومدير قناة ليبيا أولى حسونة طناكي أولى القنوات الداعمة لعملية الكرامة، وذلك مقابل حمايته من المساءلة عن جرائم التحريض التي ارتكبتها قناته. وبعيدا عن سياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها إعلام الكرامة، لا تزال ميليشيات المجرم حفتر تعيث فسادا في الشرق الليبي ولا تفتر يوما عن نقل الفوضى إلى كافة ربوع ليبيا، وليس آخرها ما يجري بمدينة صبراتا، حيث صرح الناطق باسم عملية الكرامة عن مسؤوليتهم عن القتال الدائر فيها وعلى صعيد الارتهال للمجتمع الدولي الذي جلبته عملية الكرامة. يتضح الصراع بين فرنسا وإيطاليا في عقد التحالفات على الأرض كما يرى مراقبون. فمن تأجيج القتال في صبراتا الذي قالت تسريبات أن خلفه فرنسا، ترد إيطاليا باستدعاء مجرم الحرب حفتر إلى روما، حيث قدم مجرم الحرب طلبا لوزيرة الدفاع الإيطالية لإمداد ميليشياته بمروحيات قتالية وغيرها، كما صرح بذلك في لقائه مع الصحيفة الإيطالية كوريري، والذي دافع فيه أيضا عن جرائم محمود الورفلي وذلك عقب زيارته الأخيرة لروما. بينما نشرت صفحات التواصل الاجتماعي مقطعا يوضح استعراضا عسكريا لما قيل إنه تابع لميليشيات صدام حفتر في محاولة لاستمرار الترهيب على أهل المنطقة الشرقية، تلك المنطقة من ليبيا التي وصل بها الحال تحت وطأة الانقلابيين أن تكون مهددة بانهيار منظومة القيم لديها. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. إذن هذه الحلقة نخصصها للحديث عن انهيار منظومة القيم بعد ما يعرف بالكرامة والوضع في المنطقة الشرقية. وأرحب بضيوفي الكرام السيد مصطفى المهرك استوديوهاتنا في مصراتة، وهو أحد مهجري مدينة بنغازي، وعبر سكايب السيد عبد القادر الجنين، وهو الناشط السياسي أيضا مباشرة من درنا السيد محمد المنصوري، وهو المتحدث الرسمي باسم مجلس شورى مجاهدي درنا. أهلا بكم ضيوفي الكرام، ولعلي أبدأ هنا بالوضع في مدينة درنا مع السيد محمد المنصوري. سيد المنصوري أهلا بك. بداية ضعنا في صورة الأوضاع الإنسانية والمعيشية في مدينة درنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام. بالنسبة للأوضاع الإنسانية والمعيشية في مدينة درنا، طبعا بسبب الحصار المفروض من قبل ميليشيات حفتر لازالت الأوضاع متردية وتتردى. اليوم أصبحنا على القبض على مدير مكتب الإسعاف والطوارئ بمدينة درنا أثناء عودة من إحدى المناطق المجاورة يريد الدخول المدينة، تم الاختطاف والقبض عليه وإلى الآن مصيره مجهول. لا يسمح بدخول
لا غاز الطهي ولا الخضروات ولا المواد الغذائية ولا الأدوية ولا أي شيء بالمدينة. لا زال الأوضاع يعني على الحصار والتضييق من قبل ميليشيات الكرامة. نعم، طيب ما هي أوضاع الأهالي في مدينة درنة؟ يعني كيف تؤثر هذه الأعمال، الخطف والاعتقال، الإجراءات التعسفية في الحدود الإدارية للمدينة، كيف تؤثر على الأهالي؟ والله بالنسبة لأهالي المدينة عرفوا شر هذه الميليشيات وعرفوا حقيقة أفعالهم وتصرفاتهم. يوم كل يوم تنكشف حقيقة هؤلاء المجرمين لدى أهالي درنة، من تهريب التنظيم عبر منطقة الفتاية إلى سرت والتواطؤ معه من قبل ميليشيات حفتر، منع الأغذية والأدوية دخولها للمدينة، المعاملة السيئة لأهالي درنة على تمركزات ميليشيات الكرامة، الخطف الممنهج لأهالي درنة. هذه الممارسات كلها كشفت حقيقة وزيف إجرام هذه الميليشيات، وأهالي درنة نفضوا أيديهم والتفوا حول بعضهم، مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحية، المجلس الأعلى الاجتماعي، المجلس الحكماء والأعيان، المجلس المحلي، مؤسسات المجتمع المدني في المدينة. بفضل الله عز وجل المدينة صف واحد ضد هذه الميليشيات وممارساتها. مشروع الكرامة في مدينة درنة فشل بفضل الله عز وجل، ثم التفاف أهالي المدينة على بعضهم ودعمهم لأبنائهم من مجلس شورى مجاهدي درنة، حيث كشفت كل الجرائم التي تحدث في بنغازي، كشفت حقيقة هؤلاء المجرمين. نعم، طيب ابقى معي سيد محمد وأنتقل مباشرة إلى استوديوهاتنا في مدينة مصراتة مع سيد مصطفى المهرك أحد مهاجري مدينة بنغازي. سيد المهرك أهلا بك. بداية يعني مستجدات الوضع في مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية، سمعت معي ربما لي ما تحدث به السيد محمد المنصوري، يعني كيف تعلق على ما يجري في المنطقة في ظل يعني غياب أي دور ل دعني أقول الأعيان، لمن لهم كلمة ربما في المنطقة الشرقية أو كلمتهم مسموعة في المنطقة الشرقية؟ أخي الكريم، بداية أرحب بك وبضيوفك الكرام وبمشاهدي قناة التناصح. أخي محمد، إن الجرائم في المنطقة الشرقية ليست حديثة الولادة، الآن لنا أكثر من 3 أعوام ونحن نشاهد الإجرام في مدينة بنغازي، وللأسف أيضا الإجرام بدأ يرتقي إلى مستويات لم نكن نتصور أن نراها في ليبيا، فكانت مجرد اشتباكات ثم انتقلنا إلى حرق البيوت، ثم انتقلنا إلى اعتقال النساء والشيوخ، ثم انتقلنا إلى القتل ورمي جثث في مكبات القمامة، ثم انتقلنا إلى حصار الأبرياء وتجويعهم وقتلهم ووصفهم بأوصاف لا تليق بنساء عفيفات طاهرات الكل يعرفهم. نعم، وللأسف طيل هذه يعني المراحل التي تطور فيها الإجرام في الشرق الليبي، أعتقد أن الصورة يعني لمن كان مغيبا في اليوم الأول اتضحت له الأسبوع الأول أو الشهر الأول أو العام الأول، ولكن للأسف الشديد أخي محمد لم نرى أن الأصوات تتعالى لوقف هذا الإجرام، ودائما نحن نكرر أن قد يكون يعني السبب هو الخوف من يعني تلقي مصير أسود مثل ما تلقاه ضحايا الذين يعني وقعوا في أيدي هذه الميليشيات. وكذلك قلنا أيضا أن هناك من لا يهمه هذه الأمور وهو مستفيد من هذا الوضع ومن هذا الإجرام، وخير دليل من هم الآن فيما يسمى في مجلس النواب، وجودهم وبقائهم معتمد على بقاء هذا الإجرام، وهم في الحقيقة يعني السبب الأول أو المسؤول الأول عن هذه الجرائم، وليس خليفة حفتر فقط. طيب، وليس الميليشيات التي يتحرك بها. نعم، على ذكر مجلس النواب المنحل والساس عموما، أنقل السؤال للسيد عبد القادر ضيفي عبر سكايب، عبد القادر الجنين. سيد عبد القادر، دعنا من مجلس النواب الآن، مجلس النواب يعني تبنى أو تبنته عملية الكرامة،
ولكن ماذا عن المجلس الرئاسي المقترح ومخرجات اتفاق الصخيرات التي جاءت للتوفيق بين الليبيين كما قالوا؟ طبعا المجلس الرئاسي، اولا السلام عليكم اخي محمد. السلام ومرحب بكم بضيوف الكرام ومشاهدينا. طبعا المجلس الرئاسي عليه مسؤوليه كبيره جدا تجاه الليبيين وتجاه الدرنة بالذات. عليه ان يخرج ويصدر قرارات ويندد بما يجري الان في الدرنة. المنطقه الان يعني صراحه في المنطقه الشرقيه منظومه كما ذكرت منظومه الاخلاق والقيم منهاره تماما. المجرمين والسياح هم اللي مسيطرين على مفاصل الدوله في المنطقه الشرقيه. نعم. الان الناس حتى الشارع يخافوا على انفسهم انه يدير مشكله مع حد في الشارع مجرم ولا في البنك ولا في درنا. الان تعاني ويلات الحصار القبض والقطف يعني اللي هم ثلاثة يتسوى على درنا مسدين جدا حصاري وواقعين في الرمضية. حتى المشاة يمنعهم من المرور ويرموا عليهم يعني. سمعنا حيث رمي رصاص على الناس وضربهم. فالوضع أصبح مدري جدا جدا هيك عن الغذاء والدواء وطبقوا في تعليمات حفتر يعني الإجرامية خطية يعني عندما قال لهم أمنعوا عنهم الدواء وعيالهم ما خلوهمش يمشوا المدارس. نعم. حتى تمشي جنبهم وبالمعنى اللي أقف عليهم انك نقص المجتمع الدولي رائد. نعم. قائد. طيب. قائد هم يرتبوا فيه يعني طيب سي عبد الجابر ياخذ كل نعم سيد عبد القادر، عذرا هناك تقطع في الصوت، سيحاول الشباب اصلاح هذا الخلل. سيد محمد المنصوري عبر الهاتف، يعني كان في التقرير الذي عرض قبل قليل في الحلقه وهو وبدايه التقرير هناك فيديو لشخص يقال له شيخ ويساله من حوله يتحدث عن ثوار مدينه درنا ويتوعد اهالي مدينه درنا و يعني ينزل عليهم آيات من القرآن وأحاديث تثبت بأنهم خوارج وواجب قتلهم وما إلى ذلك. يعني إذا كنت أو كان لديك تعليق على هذا الفيديو. نعم إذا ذات السؤال أنقله للسيد مصطفى المهرك أحد مهاجري مدينة بنغازي من استديوهاتنا في مصراتة، كيف تعلق على هذا الفيديو سيد مصطفى؟ بداية أخي محمد يعني أرجو أن تفسح لي المجال في هذه النقطة بالخصوص، وأنا أعرف جيدا أن هذه النقطة أصبحت خط أحمر وتؤدي إلى الاغتيالات باختصار شديد جدا لأنهم يتربصون بنا في المنطقة الغربية. أخي محمد، نحن دائما نتحدث عن مشكلة الكرامة ونربطها بمجرم الحرب حفتر، هذه النقطة الأولى، ونسينا أننا في 2011 قضينا على القذافي المقبور ولم ينتهي الظلم بعد القضاء على هذا اللعين، وأتى بعد 6 سنوات أو 4 سنوات هذا المجرم المسمى حفتر. إذن البيئة للأسف الشديد التي تخلق أو تصنع هؤلاء المجرمين أو هؤلاء الطغاة هم الهدف الحقيقي وليس يعني المجرم الفاعل. يعني سينتهي حفتر وإن تركنا هذه البيئة موجودة سوف يأتي شخص آخر حتى بعد انتهاء حفتر. باختصار شديد أخي محمد، هذه الجماعة دائما أنا ما أسميها وأكتب عنها، هي جماعة إجرامية إرهابية مارست الإجرام بأيديها وحرضت على الإجرام كذلك، حرضت على سفك الدماء، حرضت على انتهاك حرمات المسلمين، حرضت على سلب أرزاق المسلمين، وهذا على مرأى ومسمع كافة الليبيين وكافة المنظمات الحقوقية والجهات المحلية والدولية. الغريب في الأمر أخي محمد أننا كلنا اتفقنا على محاربة تنظيم الدولة الإرهابي بسبب أفعاله التي ارتكبها وبسبب أفكاره التي يدعو لها، والآن كافة الليبيين وكافة الجهات المحلية والدولية
في صمت مريب وغريب عندما تظهر جماعة تدعي بأنها جماعة إسلامية، ورأيناها تمارس الإجرام بأيديها وتبارك، رأيناهم وهم يمارسون الإجرام، رأينا محمود الورفالي وهو ينتمي لهذه الجماعة ورأيناهم يباركون له ويكرمونه. إذن نحن الآن لدينا في ليبيا جماعة إرهابية، وللأسف الشديد لديها موطئ يعني يد في كل ربوع ليبيا، وعندما يتحصلون أو عندما تكون الفرصة مواتية سوف يقومون بإجرامهم، وهذا ما رأيناه أخي محمد منذ فترة بسيطة في مدينة صبراتة. طيب سيد مصطفى، نعم هذه الجماعة، نعم سيد مصطفى عاد إلينا السيد محمد المنصوري، نعم يبقى معي، سأعود إليك سيد مصطفى، عاد إلينا السيد المنصوري. سيد المنصوري، كنت قد سألت عن مقطع الفيديو لذلك الشخص الذي يتحدث عن أهل درنة وثوارها ويتوعدهم بالويل والثبور بأنهم خوارج واجب قتلهم وقتالهم وهذه المصطلحات التي تستعمل، إذا كان لديك تعليق على هذا الفيديو الذي ظهر وانتشر تفضل. نعم سيد محمد، والله سامحني يا رب تعاون لنا. طيب. لان التغطية عندنا شوي. نعم أضحك. كان الله في عونكم. طيب مسألة مقطع الفيديو الذي انتشر لشخص يعني يقال له بأنه شيخ ويتكلم عن أهالي وثوار درنة، يبدو أنه في إحدى المناطق المحاصرة لدرنة أو في مناطق المتاخمة لدرنة ويتوعد أهالي وثوار درنة بالويل والثبور والخوارج وما إلى ذلك. أخي الكريم، السبب الرئيسي في تمزيق النسيج الاجتماعي هؤلاء العملاء، عملاء الخارج، هؤلاء المداخل الذين لا يتبعون فتاوى أهل البلدة أو علماء ليبيا، يتبعون مداخل من خارج ليبيا، هؤلاء يفتنون الناس ويتسببون في سفك دماءهم ويفتون بالقتل والتحريض. اليوم سمعنا بهذا الأفاق الذي يفتن بين أهل درنة ومناطق المجاورة لها، وسمعنا عن الفتاوى التي تخرج للتحريض بالقتال في 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 صبراتة. على أهالي ليبيا أن ينتبهوا لهذا المنهج الفاسد، المنهج الخبيث الذي يفسد الحرث والنسل ويتسبب في سفك الدماء. هؤلاء لا مثيل لهم إلا تنظيم الدولة في التحريض على القتل وسفك الدماء. تنظيم الدولة يقتل ويصور في الفيديوهات القتل وكيفية القتل، وهؤلاء يكتمون جرائمهم ولكن فتواهم واضحة لدى العام والخاص. طيب مسألة أخرى وهي الأعيان والحكماء، هل ما زال دور هؤلاء قائم في حل مشكلة درنة، حل هذا الإشكال الحاصل جراء حصار مدينة درنة؟ أهالي درنة عموما وخصوصا مجلس الحكماء والأعيان والأهل الاجتماعي صفا واحدا يقفون ضد أي محاولة المساس لأمن درنة. المجلس الحكماء والأعيان متواصلين وعلى تواصل دائم مع مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها، قالوها بالكلمة الواضحة أنهم لن يسلموا أحدا من أبنائهم ولن يفرطوا في سلاح المدينة ولن يسمحوا بتنازل اتجاه المدينة يتسبب في جرائم كالتي تحدث في بنغازي. نعم طيب يعني مكونات المدينة، هناك البعض من يروج بأن هناك تململ داخل المدينة في اتجاه مجلس الشورى وثوار المدينة، هذه المسألة مسألة تماسك أهالي درنة سيد محمد. نعم سيد محمد. ألو. نعم سيد محمد. ألو. هل تستمع إلي بشكل جيد سيد محمد؟ نعم إذا هناك خلل في الاتصال. نعم سنحاول إصلاح الإشكال. أنتقل للسيد عبد القادر الجنين. سيد عبد القادر، يعني نعود مرة أخرى للحديث عن مثلا وضع درنة،
وضع درنا عندما تأتي إلى دواليب السياسة أو دهاليز السياسة لا تجد من يتحدث عن درنا ولا يدافع عنها ولا يحاول كسر الحصار عنها، بينما يعني نحن نشاهد أن مثلا الحكومة المقترحة ومخرجات اتفاق الصخيرات يعني تعلنها مرارا وتكرارا مسألة الاعتراف الدولي والشرعية الدولية. نحن بالنسبة لاتفاق الصخيرات لابد أن نعلم أن يعني اتفاق الصخيرات كان عبارة عن استمرار المؤامرة باش يسيطروا على المنطقة الغربية سياسيا. يعني نحكي عن المؤامرة الدول اللي هي كانت متآمرة على ليبيا. لكن دخل أنا في المؤتمر الوطني وخش في البرلمان وقدام محادثات حوالي سنة، لكن نتيجة التركيبة بتاع المجلس الرئاسي وجود بعض الأشخاص اللي هم محسوبين عليه فبراير عطل المشروع، يعتبر عطل مشروع المؤامرة في المنطقة الغربية. يعني حفر ما روشي نقضوه، حفر ما مش يسلحوه، لكن ما زال في الأشخاص اللي هم محسوبين على التيار البرلمان يعني مثل سيد طلال، فزال يعني يغض النظر عن حفظه، مازال يغض النظر عن جرائمه ويحاول يمشي له حاجه ويعطيه الوقت الكافي. فيعني من الناحيه هذه ف يعني مشكله درنا يعني تعتبر هي في الواجهه، يعني اقرب مدينه محاصره لمصر. يعني نتوقع ان يعني حيكون في تطبيق اكثر واكثر كما تحضر من هنا في بنغازي. يعني محاولات الاصلاح ومحاولات لجان الصلح ولجان الحوار كلها باءت بالفشل، كان لان الحوار والصلح وحل الازمه المشكله يصب في مصلحه فبراير ولا يصب في مصلحه فتره، فدائما المشاكل والحرب تصب في مصلحه. فالعشان انا اتوقع ان قصه درنا تصير فيها تصفيف اكثر الا اذا لم تدخل جهات دوليه. تماسك اهل درنا الان يعني تعتبر نقطة إيجابية جدا في عدم تمكن حفتر دخول درنا بالحصار اللي وقع على درنا الآن وبقلة الأكل والغذاء، تعتبر وضعها يعني أفضل كثير عما يجري في بنغازي من انتهاكات الحقوق والقتل في الشارع. نعم سيد عبد الجاد، فيعني نعم ابقى معي. نتمنى أن الله درنا وأن تبقى درنا آمنة مستقرة لا يدخل هذا الشيطان. نعم ابقى معي سيد عبد القادر. سيد مصطفى من استوديوهاتنا في مصراتة. سيد عبد القادر تحدث عن طرف ما في المجلس الرئاسي وهو المحسوب على البرلمان المنحل وطرف الكرامة، ماذا عن الأشخاص الذين قالوا بأنهم ذهبوا ليمثلوا الثورة؟ بعضهم يترأس مجالس والآخر له عضوية ومزايا وعضوية في المجلس الرئاسي، كيف تعلق؟ أخي محمد ببساطة شديدة، الوطن لا يبنيه المجرمون، الوطن يعني يبنيه أبناءه الخيرين. من يريد بناء الوطن لا يشارك المجرمين ولا يضعهم في سدة الحكم. نحن لدينا في هذا المجلس الرئاسي من ثبت إجرامه ومن شارك في قتل أهل قنفودة. الكل يعرف أن المجبري هو من منع محاولة الصليب الأحمر الأمريكي لإخراج العائلات من قنفودة، وهذا أكبر دليل أننا للأسف الشديد يعني وصلنا لمرحلة أن يكون في سدة الحكم من هو يحرض على الإجرام ويريد سفك دماء. طيب ولكن حديثي هنا سيد مصطفى أن في سدة الحكم أيضا مع هؤلاء الذين تصفهم بأنهم مشاركون في سدة الحكم أيضا من يمثل الثورة، هكذا يقولون، هم يسمون أنفسهم ممثلي الثورة. لا يمثل أخي محمد ببساطة شديدة. من يمثل الثورة هم من يدافع عنها. أعطيك شيء بسيط جدا، عندما خرج هذا المجرم حفتر وأعلن أن الإعلان الدستوري مجمد، هذا انقلاب على الثورة. من الذي تصدى لهذا المجرم؟ تصد له ثوار بنغازي وثوار درنا وثوار جدابية في المنطقة الشرقية، وكذلك عملية فجر ليبيا في المنطقة الغربية. عندما انتهت هذه العملية في المنطقة الغربية، ظل الانقلاب لازال في معركته في المنطقة الشرقية.
هل رأيت شخصا يتحدث أو راضي من 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 ثوار بنغازي أو من ثوار درنة عن مهزلة الصخيرات وأنه كلف أحد هؤلاء الناس بأن يتحدث باسم الثورة؟ الثورة يتحدث عنها من يدافع عنها فقط وليس من استفاد منها. طيب وجلس في سدة الحكم. طيب أو جمع المصطفى من وراء الأموال. نعم ابقى معي هؤلاء باختصار معي. أخي محمد نعم. طيب ابقى معي سيد مصطفى المهرك ويبقى معي سيد عبد القادر وكذلك سيد محمد المنصوري. أنتم أيضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام أدعوكم للبقاء معنا لنعود بإذن الله بعد هذا الفاصل. عارفين من يكتب يعزف في الكنائس والشيء الملموس قاعد في يدينا، لكن الآن ما نبوش فتنة في البركة. لو كان نطلعوا على القنوات والله نفلكوها. الناس تتكلم تقول تعزقوا في الشارع، نحن نبتوا في الرعب في قلوبهم. واي واحد عنده حد بيقتله مش قادر يقتله في العلن يجيبه لان قتلوه علني. نحن في عرب موته وفي عرب الصفت في عرب قتله الظلم. وكلمة القائد العام القوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بقاسم حفتر قال كلمة له واضحة وصريحة، قال نحن ما عندناش لهم الرصاص، لا رأفة في مواجهة الخصم، لاش حكاية تجيب حبس ثمانية، ما فيش حبس ثمانية، ميدان أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه الحلقة التي نخصصها للحديث عن الوضع في المنطقة الشرقية ما بعد الكرامة، وأبدأ مع السيد محمد المنصوري. نعم إذا أشكره السيد محمد المنصوري، يبدو أن هناك خلل في الاتصالات في درنة، عموما نشكره على مشاركته معنا في هذه الحلقة. أنتقل للسيد عبد القادر الجنين. سيد عبد القادر، قبل الفاصل كان الحديث عن الأجسام السياسية ومن يقول بأنه يمثل الثورة في هذه الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات. هل يعني هؤلاء يقولون بأنهم يمثلون الثورة، هل مجرد وجودهم يكفي بأن نقول الثورة أصبحت ممثلة وأن على الثوار أن يعودوا إلى منازلهم لأن هناك ساسة يمثلونهم ويتحدثون باسمهم؟ يعني ما يجري الآن من صمت من قبل هؤلاء، البعض يقول بأنه غير مبرر، حتى محاولة تصريح أو بيان ضد ما يجري وضد السياسات التي تحصل الآن لا يوجد. نعم أخي الكريم، هذا الصمت غير مبرر، لكن لازم نفهم نحن أن المؤامرة علينا كبيرة جدا جدا. يعني المؤامرة على المنطقة مش من وليدة اليوم، نحن من 100 عام في الحرب العالمية الأولى والثانية مات قريب 60 مليون من أجل تقسم هذه المنطقة. لا أعتقد هؤلاء الدول الغربية يتركوك بسلام أن تقوم دولتك. تذكر سمعت تصريح لأحد المجلس الانتقالي السوري، يقول في وجه رسالة وجه الشعب، يعني قال لو تبوا سوريا تحكموا أنتم تبوا ديمقراطية معناها قدامكم شغال انهار من الدماء. قال لنا حسب ما شفت في دهاليز السياسه الغربيه قال كتبوا بلادكم ارض وخشب. فيعني نحن امام معضله، يعني شفنا ايش صار فيها سوريا. فاللي في المجلس الرئاسي ضعفاء جدا ولا يستطيعون فعل شيء، واحد روحهم بدون مسلسل ثوار. فكرتنا الان نحن منقصين حقوقنا، قسام شديد جدا جدا، جزء راضي على الاتفاق السياسي، جزء راضي على الاتفاق السياسي. واتمنى هذه المشكله يعني
طيب. وأن الواحد خاصة الثوار، لأن الثوار هم من يحمي الثورة. أتمنى نعم. يعني بصراحة يعني الواحد متحس إنه يمسكوا بعضهم ويوحدوا صفهم ويحطوا قائد لهم سواء مع الصخيرات أو ضد الصخيرات. طيب واضح جدا سيد عبد القادر. نعم حتى بدون اشتراك. نعم هناك 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 مسألة أخرى في كل مكان في نعم. هناك مسألة أخرى سياسيا، يعني نرى حفتر، وسؤال لسيد مصطفى، نرى حفتر يسافر في الخارج، يستقبل يعني رسميا، اختلفت درجات الاستقبال ولكنها رسمية من مسؤولين في دول غربية تقول بأنها تدافع على حقوق الإنسان، تعترف بالحكومة المقترحة، تريد أن يحصل توافق بين الليبيين، تجرم كل ما من شأنه سفك دماء وتحريض على الكراهية وهذه المصطلحات. لكن حفتر عندما تحدث عن خنق مدينة درنا وأن الحصار يعني الخنق وأنه لن يفك عنهم الحصار، يعني كيف نفهم هذه الازدواجية في المعايير؟ أخي محمد، يعني هل مثلا يعني يأتي شخص من الغرب ويخالف مثلا القانون في دولته في فرنسا أو في بريطانيا أو في إيطاليا أو في أمريكا، هل سيمر هذا الأمر مرور الكرام أم أننا سنجد الشعب يقف ضده والمؤسسات كذلك في الدولة تقف ضده؟ هم يعرفون جيدا أن القانون والضوابط هي ما يعني هي التي تنظم يعني أمور الدولة ولا تسمح بالفوضى. تذكر يا أخي محمد أن من قبل بالبرلمان في بداية تكوينه وقبل بحكومة الثني وبسفراء الثني في الخارج هم الغرب، سواء كان أوروبا أو كان أمريكا، وهناك حكم صادر في ليبيا من المحكمة العليا. إذ كانت هناك نية حقيقية للغرب في يعني المشاركة في استقرار ليبيا، لم يكن لكان يعني توقف في التعامل مع هذه الجهة احتراما للقانون الليبي، وكذلك تعتبر ورقة ضغط لفرض سلطة القانون الليبي. ولكن هم لا يريدوننا أن نحل نزاعاتنا عن طريق القضاء أو عن طريق القانون، لأن في هذه الحالة لن يكون لهم دور ولن يستطيعوا رسم الخريطة أو رسم المشروع الجديد في ليبيا. ولكن هم ضربوا بالقانون الليبي في عرض الحائط، وأعتبرهم أنا هم من صنع هذا البرلمان وهم من مكنه، وكذلك هم من مكن حفتر ودعمه بالقوة العسكرية. فلا يأتيني اليوم ويعمل على الاستقرار أو أنه يريد أن يثبت أن له. طيب ولكن سيد مصطفى الأمر تغير كثيرا، يعني الآن أصبحت لديهم حكومة في ليبيا هم يعترفون بها رسميا، جاءوا بها بعد مداولات ومشاورات وبعد أن شاركت فيها بعض الأطراف، يعني دعني أقول أنهم يعترفون بها وأصبحت جسم سياسي يمثل ليبيا أمامهم هكذا يقولون. الآن استقبال حفتر يعني بالتوازي مع الاعتراف بحكومة المجلس الرئاسي، ألا يعتبر ازدواجية في المعايير؟ نعم أخي محمد، ازدواجية في المعايير، ولكن هذا هو الغرب. الغرب يعمل هكذا، الغرب يعمل لتحقيق مصالحه وتنفيذ يعني ما يريد في ليبيا. لا يهمه أن تستقر ليبيا، ولا يهمه أن يرتاح المواطن الليبي، ولا يسعى أصلا لاستقرار أو لراحة المواطن الليبي أو لإيقاف الحرب. هذه الأمور هذه كلها لا تهمه، فلذلك هو يعمل وفق ما يحقق مصالحه. وأنا لا يعني زي ما تقول لا أستغرب يعني من دولة تسعى لتحقيق مصالحها. أنا للأسف الشديد دائما أستغرب من المواطن الليبي الذي يساهم في تحقيق مصالح الدول الأخرى ولا ينظر لمصلحة بلاده. فأخي محمد، ازدواجية المعايير هذه منذ البداية، هم دائما ينادون بالقانون واحترام القوانين، ورأيناهم وهم من ينتهكون يعني هذه القوانين ويشجعون على عدم احترام القانون. فلا يعني الشعب يجب أن يكون له وقفة، يعني لا ينتظر الخير من طيب. من الدول الأخرى، بل هو الذي واجب عليه، الشعب هو الذي واجب عليه أن يقف لنصرة هذه البلاد ولدفع الشر ولدفع الضرر عنها. نعم. طيب سيد عبد القادر ضيفي عبر سكايب، يعني
مسألة السيادة الوطنية، ويعني هذه المسألة التي يندندن عليها الكثير من الساسة وخاصة في المنطقة الشرقية من أتباع الكرامة، أليست عملية الكرامة لها السبق في جعل السيادة الوطنية أو مفهوم السيادة الوطنية على المحك، لأنها يعني منذ انطلاقها واعتمادها من قبل البرلمان المنحل كانت من أولى القرارات هي طلب التدخل الأجنبي لمساندة هذه الميليشيات وقصف بعض المدن الليبية كذلك، وما نشر من تسريبات لاحقا وأصبح الآن معترف به ويفاخر به وهو التدخل الأجنبي. طبعا طبعا سخرية بتاعهم أنهم يضحكوا على الاتفاق اللي درس السراج مع إيطاليا، وهم أول ما جوا قبل ما أي شيء يعني أعلنوا طلب التدخل الأجنبي، مش عارف مش من أيش يعني تفكر في البرلمان قرار أصدروه، وأعتقد حتى السراج كان موجود هذا وصور على فكرة عليه. مسألة السراج وإيطاليا يعني زيارة حفتر لروما، أنت يعني ترى ربما في إعلام الكرامة أنا كان يقال السراج والفرقاطة والإيطاليين وأن الغرب أصبح محتل من قبل إيطاليا وما إلى ذلك من كلام، الآن حفتر يزور روما ويؤخذ هذه الزيارة على أنها من إنجازات هذا القائد للجيش وأنها في سبيل تحقيق مصلحة ليبيا، ويعني تتغير اللهجة تماما، يتغير الكلام تماما، أليس هذا استخفافا بعقول الليبيين؟ نعم طبعا، يعني نقطة مهمة جدا، يعني للأسف يعني وعي الشعب لها درجة كبيرة فيما يحدث الآن، يعني 42 سنة يعني معمر التجهيل وضرب التعليم وضرب المدرس فأشياء هذين أثرت طبعا سلبيا على وعي الشعب، وهذه هي تعتمد عليها أساس عملية الكرامة. فالأخير العودة للتدخل الأجنبي، يعني في فرق بين التدخل الأجنبي اللي هو فيه اتفاقيات وفي أمم متحدة وفي فرق إنك تدخل أجنبي جايب العدو لبلادك وبدون ما تقول عليه، يعني كيف مثل الجنود الفرنسيس اللي ماتوا، يعني حتى نكروها هم بس دلنا نحن في الأخبار ونكروها لين الرئيس الفرنسي أعلن عليها بروحة. الطيارات اللي نكروها القاعدة اللي في الخروبة، هذه القاعدة اللي يعني من دولة كيف الدولة الإمارات، يعني فضيحة عابرة الدولة كيف دولة الإمارات تدير قاعدة جوية عندنا نحن ونكروها، وهي طلعتها بعض الصحف الأمريكية مصورة بالأقمار الصناعية موجود طيارات، وأتوا حتى بالرغم من المسلسل بتاعها منظومة الصواريخ الذرية اللي كانت تقف في ثوار بونغران، يعني نعم. يعني منظومة كان يشغلوا فيها خبراء، نحن شفنا حتى مكالمات خطوط المجال الجوي حريق المجال الجوي كانوا يحرقوا فيها مش عارف من وين، لكن أسواق أمريكية وفرنسية يعني بالعكس من اللهجة بتاعهم يعني، وطلعت التسريبات. فقصة السيادة وقصة الثانية انتهاك حفتر يعني من أجل أطماع أو وأحلام بشيء يحكم ليبيا بحكم، لكن لما تجيب إيطاليا مثلا في اتفاقيات وفي وراها مجلس وفي أمم متحدة، يعني لا يعتبر انتهاك للسيادة، فهم يعني يستغلوا يعرفوا، ولكن سخرية القدر هو حتى روحة عدى من إيطاليا اللي كنت نخطبها طيب. وداروا معاه لقاء في إيطاليا نفسها لكن فقال لها هم مضيوب، كانت فضيحة يعني. نعم ابقى معي سيد عبد القادر. سيد مصطفى المهرك، هناك مسألة أخرى، مسألة يعني ظهرت مؤخرا، هي مسألة فرج قعيم وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بالحكومة المقترحة. كان هناك مؤتمر صحفي لفرج قعيم في بنغازي، تحدث بأنه يتلقى الأوامر من غرفة عمليات الكرامة بقيادة عبد السلام الحاسي. صدر بيان من هذه الغرفة برئاسة الحاسي تنفي فيه تماما أن يكون هذا قعيم يتلقى الأوامر أو أنها تتعامل معه، يعني كيف نفهم هذا؟ هل هناك تضارب في التصريحات، تضارب في ما الذي ينويه قعيم عندما يقول بأنه لا زال يأتمر بالكرامة وينفي كل ما أشيع في صفحات التواصل الاجتماعي وما قيل عن تململ داخل قبيلة العواقير،
بسبب تصرفات حفتر معهم. طبعا أخي المشهد معقد جدا، يعني الواجب أكيد على قعيم أن لا يعني أن لا يكون له يعني تعليقات على عملية الكرامة، بل يكون له يعني مواجهة لحفتر مسموح بها، ولكن على العملية غير مسموح بها. فهو يريد يعني أن يصل برسالة إلى كافة الأطراف المشاركة في هذه العملية الإجرامية بأنه يعني لا زال تحت هذه العملية، وهو يعني مؤيد لها ولا يريد يعني مواجهتها، وهو ليس عدو لعملية الكرامة. ولكن يبدو أن حفتر يشتري العداء مع قعيم، وهذا ما تدل عليه تصريحات عبد السلام الحاسي أمر الغرفة، وكذلك زيارة أونيس بوخمادة اليوم هذه لأحد المقرات لوكيل الداخلية أعتقد التابع يعني لحكومة الثني. هذه أوامر أتت أكيد يعني من حفتر حتى يبين أنك يعني لا تتعامل مع هذه الجهات، ومن يخالف هذه التعليمات تعرف أخي محمد جيدا ماذا سيكون مصيره. طيب. ولكن نحن دائما نتخوف من هذه النقطة، لأننا الآن نتحدث عن طرفين كلاهما مجرم، كلاهما يريد المصلحة الشخصية لنفسه. يعني نعم سيد مصطفى، ابقى نعم معي ابقى نعم. معي أنتقل للسيد عبد القادر الجنين. سيد عبد القادر، في موضوع فرج قعيم هناك تناقض في مسألة أن فرج قعيم هو وكيل لوزارة الداخلية، الحكومة موجودة في طرابلس وهي الحكومة المقترحة، وهو يقول بأنه يتلقى الأوامر من غرفة يفترض أنها عسكرية تتبع جهة أخرى لا تعترف بهذه الحكومة التي يمثلها فرج قعيم. وفرج قعيم يتحدث أيضا عن تنسيق مع الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله تني وهي التابعة للبرلمان المنحل، وهو يمثل الحكومة الأخرى الموازية لها في طرابلس. يعني كيف نفهم هذا التناقض؟ مش نفهم الموقف، لازم نشوف نرجع الصوره لشخصيه اخرى مشابهه للبرغي وهو البرغي. نعم. يعني مستحيل حفتر يرضى بالبرغي وزير الدفاع ويرضى اي شخص ممثل للمجلس الرئاسي. فيعني لو نجيون نطبقوا شيء، نحن حتى قلنا عليها من قبل ان من صالح قعيم الان انه يهدي الامور ويتمدد على صمت في صمت. كيف يعني من صالح قعيم ومصالح حتى السراج، مش مصالح حفتر انه يترك قعيم في هذا. فشفنا يعني شو معنى 400 سياره رتل يدخل بنغازي بقياده صدام حفتر، شو معنى خالد حفتر يجي يقابل الشلماني مدير رئيس مديريه بنغازي امس في يومين متعاقبين، مش خروج قعيم، يعني قعيم وحفتر مستحيل يكونوا متواجدين هم الاثنين في، او السراج خلينا نقول حفتر مستحيل يكونوا متواجدين في بغداد. لو ترك الامور حفتر على ما هي قبيله العواقي العواقي عن طريق كتائب نعم. الامنيه هي المسيطره على بغداد وممكن تطرد بقايا، لكن حفتر سرع بيسيطر على المطار وسرع بيسيطر على الميناء يعني وسرع طبعاً. طيب ابناء حفتر في منطقة شرقية عمره ما دخلوا بتفتيح كامل يبقين من الإمارات، شكرا لك، وقاعدين هذه أحضر اللي صنعت لها هي الضغط لشيات وسياح. طيب شكرا لك ومرات. نعم شكرا لك سيد عبد القادر، عذرك او عذرا على المقاطعه سيد عبد القادر الجنين الناشط السياسي كنت معي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. سيد مصطفى المهر، كيف تعلق على مساله تناقض التصريحات لدى قعيم؟ هو من جهه يتبع داخليه الحكومه المقترحه، من جهه اخرى هو ياخذ الاوامر من غرفه العمليات العسكريه الكرامه، من جهه اخرى يتبع الحكومه المؤقته برئاسه عبد الله تني التابعه للبرلمان المنحل. يعني هناك خليط حقيقة ومزيج من هذه التصريحات التي لا يمكن أن تتجانس مهما خلطتها. هذا يثبت يعني عن مدى الفوضى والتي يعني يعاني منها الشرق الليبي، وكذلك يثبت أن هؤلاء عبارة عن غوغائيين وفوضويين ولا يعرفون شيء عن مؤسسة الدولة، وأن كل ما يشاع بأن للدولة مؤسسات في المنطقة الشرقية هو كذب ودجل وتزييف.
بل هي مجموعة من المجرمين دائما سترى منهم التعارض في 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 التصريحات وكذلك في يعني الأفعال، ترى منهم فعل وترى الفعل الآخر نقيض للفعل الأول وتصريح وتصريح ثاني نقيض للتصريح الأول. أخي محمد، أنا ما يهمني في هذا الأمر صراحة أن لا يحدث القتال الذي نخشى ضرره على المواطن البريء. أما كلا الأطراف هذه فهذه أطراف، ولكن سيد مصطفى يفترض أن تأخذ هذه الحكومة إجراءً ضد وكيل وزارتها الذي يتعامل مع جهة أخرى معادية لهذه الحكومة، أليس صحيح؟ أين حكومة يعني قصدك؟ الحكومة التي يتبعها قايم. الحكومة التي يتبعها قايم. الحكومة التي يتبعها قايم هذه، الحكومة التي يتبعها قايم غير يدير حل في المكان اللي قاعد فيه هو. طيب غير يضبط عندها في طرابلس. شكرا لك ضيفي. الحكومة تسيطر عليها. نعم شكرا لك ضيفي من استديوهاتنا في مصرات السيد مصطفى المهرك وهو أحد مهاجري مدينة بنغازي. شكرا للسيد عبد القادر الجنين الذي كان معي عبر سكايب وهو الناشط السياسي. شكرا أيضا للسيد محمد المنصوري المتحدث الرسمي باسم مجلس شورى مجاهدي درنا. شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة. شكرا لكل من ساهم في إخراج وإعداد هذه الحلقة. إلى لقاء آخر، هو محمد خلاب يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.